بص، هو تروح حراس تيجي حراس تلاقي ناس بتتكلم على الحارس الفلاني انه كويس قوي شويه الموسم ده، يقول لك والله عمل ماتشين ثلاثه كويسين، تلاقي ناس تقول لك لا والله الحارس ده ما ينفعش خالص. هو بقى ثابت يعني ايه، دايما في حته جيده. محمد بسام واحد من الحراس اللي دايما الناس بتشيد بيهم، ما تسمعش مره ان الناس مثلا او تلاقي حد يقابلك يقول لك لا بس محمد بسام ده حارس مش كويس، او يقول لك مثلا محمد بسام بيمر بفتره صعبه. هو محافظ على وضع قائم انه دايما مميز ودايما رائع جدا في كل الاماكن اللي اشتغل فيها، تحديدا في طلائع الجيش ومؤخرا في سيراميكا كليوباترا. شرفني ونورني النجم الكبير محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا. كابتن محمد منور، ربنا يخليك يا كريم. عامل ايه؟ الحمد لله والله زي الفل، كل امورك كويسه؟ الحمد لله. انا قلت بس كلمتين كده في الاول، لا ده حقك عشان كتير عليا واقل من حقك كمان. ربنا يخليك واقل من حقك. تسلم. انت حكايه في الدوري المصري، انا ما كنتش بقول الجمله ديت حتى اللي هو مجرد مجامله، بس دايما مستوى ثابت وطول الوقت الكلام على محمد بسام. اي نادي عايز حارس اشوف محمد بسام، المنتخب عنده ازمه في حراس المرمى شوف محمد بسام. ورغم كده هكلمك بصراحه في الاول، يعني بحس محمد بسام مش واخد المكانه اللي يستحقها. يعني انت حاسس بايه بقى؟ يعني انا حاسس نفس الاحساس اللي انت حاسه ده طبعا. بس في الاول في الاخر الحمد لله، يعني هو انا راضي باي حال من الاحوال. يمكن زي ما انت بتقول انا بشتغل وبتمرن كويس وبتعب واجتهد وبركز علشان اوصل للحته اللي انت بتقولها دي يا كريم. انا مش ممكن في وقت من الاوقات، ما فيش حد دايما بيبقى في التوب فورم، مفيش حد بيبقى تحت، بس في حته مينيمو معينه بالظبط ما تقدرش تنزل عنها. انا مش هنزل عنها ابدا الحمد لله. يمكن انا قادر ان انا احافظ على الحته دي، فبالنسبه لي انا بعمل اللي عليا. يعني انا بشتغل زي ما قلت لك، وبحاول ان انا في اي مكان وفي اي حته وفي اي وقت ببقى مركز فيه جدا علشان افضل محافظ على حته ان انا مستوايا ثابت. ممكن يحصل شويه حاجات لكن ما بتوصلش لمرحله الضياع. يعني انت دلوقتي مرتاح في سيراميكا كليوباترا؟ انا عارف. جدا الحمد لله، مبسوط جدا. التعامل مع الجهاز الفني ومع اللاعبين واحساسك بالفرقه دلوقتي؟ والله يمكن نادي سيراميكا، يعني يمكن انا ما خرجتش من نادي الجيش، انا قعدت في نادي الجيش 15 سنه. ايوه. اول خروج ليا كان على نادي سيراميكا، يمكن الحمد لله يعني كان ربنا موفقني جدا واختار لي مكان يعني محترم جدا، الناس بتتعامل باحترام، في استقرار، الاداره موفره كل حاجه للعيبه وللجهاز الفني اللي موجود. يمكن بعدي سنتين الحمد لله في النادي ما حصلش فيه اي مشاكل ولا ماديه ولا حتى فنيه ولا اي حاجه من الحاجات دي، فدي بتساعد جدا على انك تبقى مرتاح في المكان. و والدنيا الحمد لله في سيراميكا يعني الدنيا كويسه جدا، والاستقرار فيه بيخليك سنه عن سنه بتحاول توصل لطموح مختلف. يمكن الحمد لله احنا بقالنا سنتين، انا بقالي سنتين في النادي، يمكن الحمد لله قدرنا ناخد كاس الرابطه مرتين ورا بعض. وبرضو انا مش مع نغمه الناس اللي بتقول لك ان كاس الرابطه الناس ما بتلعبش بالاساسيين. لا، يمكن ماشي، ممكن النسخه اللي فاتت ممكن شويه الناس كانت، بس بعيدا عن الاهلي والزمالك، الانديه في النسخه الثانيه دي بعد ما شافت ان البطوله دي بتوصل لسوبر وبتلعب سوبر من ماتشين، فالموضوع كان صعب جدا. ما كانش في فرقه بتلعب بالاحتياطي، يمكن لو اتفرجت على الماتشات كلها كل الفرق بتلعب بالفرقه الاساسيه، غير بقى طبعا لعيبه الاهلي والزمالك اللي هو اصلا ما دخلوش البطوله واللي هم اصلا دايما بيبقوا في المنتخب، فمعظم الانديه بتبقى القوام الاساسي موجود. وبعد 50 سنه بيقولوا والله دي القائمه اللي شاركت مع سيراميكا كليوباترا في حصد اللقب، والناس ما بتفتكرش مين اللي شارك في البطوله اصلا ومين ما شاركش ومين اللي لعب ومين ما لعبش. انا في بطوله اتحطت في تاريخي. انا بتكلم بالظبط يا كريم زي ما انت بتقول، يعني البطوله في حد ذاتها بره الاهلي والزمالك ايا كانت البطوله ايه، ايوه، ب 10 بطولات ولا 20 بطوله في الاهلي والزمالك، لان انت بتاخد بطوله ما عندكش دعم جماهيري، بيبقى دعمك بس اداره وانت لعيبه وجهاز فني، فالموضوع بيبقى صعب جدا انك تاخد بطوله بره الاهلي والزمالك، فانك تاخد بطولتين ورا بعض فده في حد ذاته نجاح لينا كبير جدا. ليه دايما بيتقال ان البطولات بره الاهلي والزمالك بتبقى حاجه صعبه جدا؟ طبيعي. عشان بس الجماهير؟ طبعا. الجماهير عامل كبير قوي في انك تاخد بطوله، لو فرقه كبيره بتنافس على بطوله وهدفك ان انت تاخد بطوله، الجماهير بتفرق بشكل كبير جدا. وارد جدا ان يبقى عندك فرقه جامده وسكواد على اعلى مستوى، وفي نفس الوقت
انت بتحاول ان انت تاخد بطوله، بس ما في اوقات معينه كده بتبقى محتاج تفوق، لا قدر الله عندك هزيمه، عندك دروب في الاداء، لو وراك جمهور الموضوع مختلف، غصب عنك هتلاقي نفسك بتحاسب نفسك باول باول. عشان كده الاهلي والزمالك دايما بياخدوا بطولات، دايما بينافسوا على البطولات، وهما الاثنين يعتبر ند بند في البطولات. طيب حارس المرمى من اكتر المراكز اللي بتتحط تحت ضغط طول الوقت، مفيد بالنسبه لك انك تكون بتلعب في انديه مش جماهيريه، مريحه بالنسبه لك ولا لا؟ انا لو لعبت في نادي جماهيري برضو اقدر اتعامل مع الضغط واشتغل ومفيش مشكله. هي بتختلف من شخص لشخص، من حارس لحارس. لكن انا هقول لك على احساسي انا لما بلعب قدام فرق بتلعب بجمهور، يعني مثلا ماتشات الاهلي، ماتشات الزمالك، ماتشات المصري، الاتحاد اللي فيه بيبقى فيها جماهير، دي مش عشان اقعد معاك والله، بس انا بحس ان انا بيبقى عندي باور اكتر 100 مره من الباور اللي ممكن العب بيه قدام فرق مالهاش جماهير. فحته ان انت تلعب تحت ضغط دي بتختلف، هي سمات شخصيه. ممكن حارس مرمى ما يقدرش ان هو يقدر يتعامل مع الضغوط، وفي حارس مرمى تاني يحب ان هو يلعب تحت الضغوط دي. فالحمد لله يعني انا من الناس اللي بحس ان انا يعني لو لعبت في الضغوط دي لا انا هقدر ابقى بادي بشكل كويس وهقدر اعمل حاجه كويسه. طيب تعالى نتفق انا وانت اتفاق، وانا متاكد ان ده رايك، عشان بس بعد كده نمنع ليه اللي جاي كله. نادي سيراميك كليوباترا نادي محترم، نادي كبير، اداره محترمه، جهاز فني محترم، كل شيء جيد، وانت سعيد، وانت قلت لي الكلام ده في الاول ان انت سعيد في سيراميك كليوباترا. مش حاسس ان الوقت عمال يفوت في حكايه الاهلي والزمالك؟ يعني بسام كل شويه عنده عرض من الاهلي، بسام كل شويه عنده عرض من الزمالك. مش قلقان بعد ما الكارير يخلص انا ما لعبتش اهلي والزمالك رغم ان انا كنت دايما مطلوب في الاهلي والزمالك؟ هو الموضوع كل مره بتطلب فيها من الاهلي والزمالك يا كريم بيبقى قريب جدا. جدا، لدرجه ان انا يعني بيبقى الموضوع خلاص، الناس ممكن بتبقى بتكلمني بتبارك لي ان انا رحت، يعني اخر مره الناس بتبارك لي وانا في معسكر الماتش، عندي ماتش سموحه في قبل نهائي الرابطه، والناس بتكلمني في التليفون تقول لي مبروك. الزمالك الاهلي واحد الاخر واحده الاهلي، لا شهر واحد اللي فات وقت الشناوي المقصود بالظبط كده. لكن في الاول في الاخر هو نصيب يعني، وانا والله ببقى راضي جدا في حاله ان انا ببقى موجود في سيراميكا او رحت الاهلي وهو او الزمالك. هو اي حد بيلعب كوره في مصر من ساعه ما بيبتدي يلعب لحد ما بيبطل بيبقى نفسه ان هو يلعب اهلي وزمالك، لكن في نفس الوقت هو نصيبه رزق. انا راضي الحمد لله زي ما قلت لك باللي انا بعمله وبشتغل، واكيد لو الخطوه فيها خير اكيد ربنا هيكتبها. صح، في الاول في الاخر زي ما قلت لك انا في نادي سيراميكا حتى الموضوع بالنسبه لي مش موضوع ان انا بلعب في النادي وخلاص. لا انا بجد والله العظيم ربنا يعلم، انا المكان ده بعد ما خرجت من الجيش انا حسيت ان الموضوع بالنسبه لي هيبقى صعب جدا ان انا اتاقلم في حته تانية، لان زي ما قلت لك انا ما خرجتش من الجيش خالص. انا 15 سنه من ناشئين لحد السنه اللي قبل اللي فاتت وانا بلعب في الجيش. فخروجي المكان حسيت ان هو هيبقى صعب، بس من اول لحظه انا دخلت فيها نادي سيراميكا فعلا ما حسيتش بالاحساس ده خالص. اكنك معاهم من 15 سنه. النادي النادي مريح جدا. الاهلي ليه باظت الصفقه؟ وانا من الناس اللي كنت هكلمك ابارك لك برضه، وانا قلت خبر هنا انه خلاص محبب بسام هو اللي هيروح النادي الاهلي. مفيش، هو ما حصلش يعني ما حصلش اتفاق. هو نادي سيراميكا كان عندهم وجهه نظر، كان الوقت بتاع القيد قرب يقفل، وما كانش عندنا، كان كوكو الحارس الثاني كان عنده قطع في الاكيلس، فكان لسه قدامه فتره قبل ما يرجع. كان عندنا علي الجابري جون منتخب الاولمبي، بس علي الجابري عنده اولمبياد في شهر 6 فمش هيبقى موجود. فاحنا طلبوا ان احنا يبقى عندنا جون تاني، فما ما قدروش ان هم يتوفر لهم جون تاني. لما طلبوا انا فاكر ساعتها طلبوا مصطفى شوبير بالظبط، والنادي الاهلي عرض حمزه علاء، بس هي نفس المشكله بتاعت علي الجابري. علي الجابري وحمزه علاء اتنين منتخب اولمبي. فلو حمزه جه كده كده في شهر 6 برضو سيراميكا مش هيبقى عنده حارس مرمى يلعب بيه في الدوري، والدوري كان شغال. فهي النقطة ان يعني النادي حتى نادي سيراميكا ما كانش يعني عايز يقف في طريق ان انا اروح او ان انا اروح، بس عنده ازمة قائمة. عنده ازمة قائمة، وانا في حد يعني زي ما قلت لك في نفس الموقف انا مش هقدر يعني بعد ما المكان ده لعبت فيه مش هتضغط. لا انا ضغطت، بس في نفس الوقت لما الناس اتكلمت معاك الكلام منطقي جدا. يعني انا مش هينفع اسيب الفرقه في نص السنه وانا الحارس الاول فيها، وعلشان اروح للاهلي والفرقه مش هيبقى فيها حارس مرمى يعني بالعقل كده.
فالكلام كان منطقي جدا، وانا في نفس الوقت زي ما قلت لك انا بحترم الاداره جدا، مستر طارق والحاج محمد ومستر معتز، الناس بيتكلموا معايا وبيتعاملوا معايا كاني متربي في النادي، فدي بالنسبه لي طيب كانت لما حاجه. لما الزنفالي راح الاهلي ولعب مصطفى شوبير هو الاساسي، الوضع ده كان بالنسبه لك هيبقى مريح لو كنت رحت النادي الاهلي قعدت دكه؟ بصراحه اه لا طبعا مش هيبقى مريح بالنسبه لا لا ما كانش هيبقى مريح. اه انا متعود الحمد لله ان انا اي مكان بروحه بلعب فيه وببقى رقم واحد، ودي مش عشان انا بروح انا بقول انا هعمل كده، لا الحمد لله انا بروح بعد الاداء وبعد المستوى اللي بظهر بيه الحمد لله بقدر ان انا ابقى اثبت ان انا رقم واحد، فالموضوع بالنسبه لي كان هيبقى صعب شويه، خاصه ان يعني انا كمان شفت في الفتره اللي كان فيها الزنفوني موجود كان اوقات بينزل يلعب مع الناشئين تحت، فالموضوع بالنسبه لي لا ما كانش هيبقى مريح خالص. اه حاسس انه كده اختيار كان، ما انا بقول لك الحمد لله، لكن زي ما قلت لك انا عشان رضيت وراضي بان ربنا كاتبه كان حلم ابقى موجود في النادي الاهلي طبعا، لكن ربنا ما اردش فانا رضيت الحمد لله، فبعد ما شفت الاحداث اللي حصلت بقى قلت الحمد لله، الحمد لله جدا الحمد لله ان انت ما رحتش في الوقت ده. في الوقت ده طبعا تحب تروح طبعا، بس الوقت شرف لاي حد. اه انا بوضح، كندوسي قال ان انت افضل حارس وانك افضل كمان من الشناوي وافضل من مصطفى شوبير، سمعت تصريحات؟ سمعته طبعا. انا سمعته، مصر كلها كانت بتكلمني على الحلقه بتاعته، انا ما كنتش بتفرج على الحلقه والله ما اعرفش انه طالع اصلا. فانت سمعت تصريحات؟ سمعت تصريحات طبعا. يعني كندوسي لعيب كبير جدا، يعني مش قادر اقول لك ده هو لسه صغير كمان، ده 23 سنه. لعيب كبير وشخصيه محترمه، ويعني من اللعيبه اللي هتبقى في حته تانية خالص. يمكن الكندوسي يعني على المستوى الشخصي انا بحبه جدا، احنا يعتبر قريبين من بعض قوي، لكن هو كان يعني كان الفتره اللي فاتت كان مضغوط شويه في حته الانتقالات، وان هو كان هيمشي كان عايز يطلع كان عايز يروح ايا كان المكان، لكن في وقت ما خلاص استقر ان هو يبقى موجود في مصر احنا قلنا له انت ده خلاص هتبقى معانا في سيراميكا، يعني ما ينفعش تلعب في حته ثانيه غير سيراميكا. يعني ده مش تطلع بره مصر يبقى لازم تبقى موجود في سيراميكا. بس كده بالظبط. لازم تبقى موجود في سيراميكا كليوباترا. احساسك انت بنفسك، ما فيش حد هيقول عن نفسه كده بشكل واضح، بس انت احساسك بنفسك بتأدي افضل اداء في مصر كحارس مرمى؟ انت مقتنع بده؟ يعني زي ما انت بتقول يعني انا ما اقدرش، مش هتقول ان انا احسن حارس، انا اقصد انه انت مقتنع انك بتأدي افضل اداء، حاسس انك طول لا بص يا كريم يعني بأدي اداء الحمد لله كويس، بس طول ما انا بلعب لا انا عايز أدي اكتر من كده، يعني حتى لو انا كويس انا عايز ابقى كويس اكتر من كده، يعني في ماتشات كتير قوي الحمد لله الواحد بيطلع فيها كويس بيبقى حاسس ان الماتش اللي بعديه انا لازم ابقى احسن من الماتش اللي فات، لا عشان الناس زي ما انت ما تقول ما تقولش لا ده ماتش وعدى، ده كان كويس بس في الماتش ده وبعد كده الماتشات التانية لا. فطول ما انا بلعب انا عايز ابقى كل ماتش احسن من الماتش اللي قبله. فالحمد لله يمكن زي ما قلت لك انا الحمد لله الفتره اللي فاتت السنه دي والسنه اللي قبليها مع سيراميكا كنت بادي بشكل كويس جدا، اتمنى ان شاء الله ان السنه دي تبقى كمان مختلفه ونحاول يبقى عندنا طموح اكبر من هيجي لك على السنه دي وطموح سيراميكا كليوباترا. بس بما انه كندوسي قريب منك جدا وهو صاحبك جدا انا عارف المعلومه دي، حاسس ان كندوسي ورط نفسه في الفتره الاخيره دي بتصريحات تخص مسؤولي النادي الاهلي وحط نفسه في مشكله وتحقيقات وهو داخل على موسم جديد وتركيزه مع الفرقه، حاسس ان هو ورط نفسه؟ يعني قالوا لك انك تنصحه وكنت هتتكلم معاه، شايف انه عمل صح ولا عمل غلط؟ هو بص هو كندوسي اكيد اضرب باللي قاله، يعني هو اكتر واحد في الفتره اللي فاتت دي كان عليه كلام وهيرجع الاهلي، لا مش هيرجع الاهلي، طب هيطلع بره، لا هيكمل في مصر، فهو اكتر واحد اضرب باللي قاله. فصدقني انا يعني انا زيك اتفاجئت بالكلام اللي اتقال، لكن هو اكيد الكلام اللي اتقال ده هو اكيد مليون في الميه هو متاكد منه، يعني ايا كان بقى الكلام صح الكلام غلط هي وجهه نظره دي، فهو بالنسبه لنا يعني انت ادرى يا كندوسي باللي قلته، واتمنى ان يعني الدنيا تهدى، لان وارد جدا يبقى في سوء تفاهم، وارد جدا ممكن حد يبقى تدخل، يعني انا من ساعه ما سمعت عمال اسمع 500 وكيل بيتكلم على الكندوسي، لدرجه وانا داخل النهارده لقيت الشباب والرجاله معايا مديني 3 4 وكلاء كتير هنعمل بيهم مداخلات. انا كل ما افتح السوشيال ميديا الاقي وكيل الكندوسي، وكيل الكندوسي اصلا في شركه لوحده بتاعته هي اللي بتسوقه.
فكل الناس دي انا ما اعرفش عنها حاجه. فاتمنى الدنيا تهدى، لان القندوسي لعيب كبير جدا، وانا بالنسبه لي كانت علامه استفهام ان هو ما رجعش الاهلي السنه دي برضه. يعني بصراحه يعني بالارقام وبالاداء القندوسي كان يعني كان لازم يرجع الاهلي باي حال من الاحوال. لو في لعيب بره الاهلي عاره او الزمالك بيأدي الاداء ده كان رجع الاهلي، على الاقل رجع يتشاف، ينزل تمرين، الناس تشوفه. لكن هو ما رجعش خالص. ودي حاجه كانت مضايقاه اكيد، حاجه اكيد اكيد طبعا. انت بتخرج عاره من مكان، وده النادي الاهلي، انت بتخرج عاره من مكان زي النادي الاهلي بتأدي الاداء ده بره النادي الاهلي. خد بالك انت، هو قندوسي مستمر في منتخب الجزائر بقاله فتره، دايما في القائمه بتاعت منتخب الجزائر. صح. صح. منين؟ من عندنا، من سيراميكا. انت موضوع الوكاله ده حصل معاك في اي وقت من الاوقات، انه في حد فرض عليك وكاله تشتغل معاك؟ هل الكلام ده موجود اصلا؟ الكلام يعني انا الكلام ده موجود، بس هو ما حصلش معايا. ما حصلش معاك؟ لكن احنا بنسمع الكلام ده على طول. ولا حصل معاك وقت ما كان في مفاوضات لانتقالك للنادي الاهلي؟ لا ما حصلش. حد قال لك لازم وكيل معين؟ لا مفيش. هو هو الوكيل اللي كلمني هو واحد، وانا كنت اوريدي معاه اصلا. فهو ده الوكيل اللي المفروض اللي كان بيبقى. بس الاهلي ما قالكش هتشتغل بوكيل؟ لا. معين ويحصل التعاقد. طيب في واحد معايا تليفون، هو طلب يخش معانا عشانك يعني. هو قال انا عايز اكلم محمد بسام. يا كابتن مشرف ومنور. كريم حبيبي، اخبارك ايه؟ قالوا لي وحشني يا كوكو. قالوا لي طمنا عليك، كله تمام زي الفل. قالوا لي ما قلتش اسمك. احسن جون في مصر. احسن جون في مصر زميلك طبعا. مش عارف مين اللي بيلعب قدامك وبتحب تلعب معاه كوره؟ بيلعب قدامي بيلعب معاه كوره. ايوه بيلعب مع قدامك مدافع يعني. يا لهوي، سيراميكا مش 10 18 سنه دي. لا اسلام جمال. بص قال لك 10 18 سنه خلاص. شكرا، منور يا كابتن اسلام. اتفضل. بس يا كابتن كريم بسام عشرة عمري ده حبيبي. لا ده من طلاع الجيش واحنا مع بعض من 2007. كابتن اسلام عارف ان انت جاي معانا النهارده، فطلب من زمان، قال لا انا لازم اخش ومحدش يقول له اسم. حبيبي يا لؤي، عايز يحييك وعايز يحمي فيك شويه على الهوا يعني. حبيبي يا اسلام، وحشني جدا. ربنا يخليك يا كريم، ومنور يا بسام. ربنا يخليك. كبير قوي 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 يا كريم. وكان نفسي يعني ربنا يكرمه، ولسه الفرصه هتجيله كمان يلعب اهلي وزمالك، هو يستحق المكان ده. ايوه يعني انت عايزه يلعب اهلي ولا زمالك؟ انا عن نفسي عايزه يلعب زمالك. عايزه يلعب زمالك يعني. هو بس هو يستحق يلعب في يعني في اكبر اكبر فرقتين في مصر بصراحه. اكبر فرقتين جماهيريا، سيراميكا كليوباترا محترم. اكبر فرقتين اليوم جماهيريا، مفهوم طبعا. مع انه بيلعب في نادي محترم ونادي منظومه كبيره، بس بسام ان شاء الله ربنا يكرمه بحاجه احسن. وهو بسام مركز ومركز في شغله جدا، وكل سنه بيتطور اكتر من اللي قبليها. وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمه. بس انا في نقطه زعلان قوي 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 منها. قول. موضوع المنتخب، بسام كان من السنه اللي فاتت كان يستحق اللي هو ينضم للمنتخب. وهم اتنين الصراحه اللي انا شايفهم يعني في ظلم باين ليهم، بسام واحمد الشناوي. يعني انا دي من وجهه نظري، وطبعا كل الاحترام لكابتن حسام حسن، بس بسام الفترة الأخيرة متألق مع الفرقة جدا، بيلعب باستمرارية على طول، ودي حاجة ترجع له عشان هو مركز في أكل عيشه وفي شغله، وهو بيبص للأحسن، يبقى يعني المكافأة بتاعته على الأقل يروح المنتخب. هو ده بس اللي أنا كان نفسي إن شاء الله، والفترة اللي جاية تبقى بتاعته إن شاء الله. إن شاء الله. كابتن إسلام نورت الدنيا، وتحيات كابتن بسام. هو بيكلمك يعني بجد يا إسلام، يعني أنا مش محتاج أشكرك على الكلام ده، أنت أخويا والله العظيم. ربنا يكرمك. مش بقول كده عشان يعني انت صاحبي وابويا، الناس اللي بتظلم تعالى كريم في الكوره لازم يبقى في مكان احسن يعني اسلام كمان. وربنا يكرمه ان شاء الله. كابتن بسام عايز اقول لك حاجه حبيبي. انا بقول له يا اسلام، والله بجد انت من الناس اللي يعني المفروض تستحق ان انت تبقى في حته احسن بكتير قوي من مكان دلوقتي. لكن يعني ان شاء الله ربنا يكرم باذن الله الفتره الجايه اسلام يرجع للمكانه اللي يستحقها باذن الله. ان شاء الله. مدافع كبير طبعا. نورت الدنيا يا كابتن اسلام، تشرفنا جدا بوجودك يا حبيبي، ونشوفك يا رب في اقرب وقت على الف خير ان شاء الله. ربنا يخليك. اشكرك كابتن اسلام، شكرا جزيلا. هو اللي فتح قصه المنتخب. هو اللي فتح وشناوي منتخب. ساعات تبقى قريب قوي وساعات تبعد تاني، وكل شويه المنتخب يعني ايه عامل زي بالظبط كده الاهلي والزمالك. كل ما تبقى قريب جدا في حاجه بتحصل وتبعد تاني. ما انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل. بغض النظر عن مين المدير الفني بالمناسبه يعني. بالزبط. مع جهزه فنيه مش بس الكابتن حسام. بالظبط. انا يعني انا بحس ان
الناس بتتعامل معايا بالقطع، مع ان في ناس كتير قوي حراس كتير كلهم على راسي وجامدين جدا، بس في نفس الوقت انا بحس ان تقييمي انا مختلف عن تقييم الناس الثانيه. انا بكلمك بصراحه شديده جدا. ازاي بقى؟ لان ما اعرفش، ما هو انا بقى انا نفسي مش قادر يعني قادر ايه تقييمك غير تقييم يعني انا تانية. بتحسب على الباص، بتحسب على الكروس مثلا لو طلعت ورجعت، بتحسب على جنده خلفيه. بحس ان في ناس تانية الكلام ده بيتعدى عادي، ما حدش بيركز معاهم خالص. فانا بالنسبه لي بحس ان الموضوع ده كتير قوي عليا، لدرجه ان انا وصلت لمرحله ان انا خلاص يعني انا ما مش لدرجه ان انا كل ما هيدخل جون هبقى احس ان الجون ده هو اللي مش هيديني المنتخب. لا يا جماعه معلش، احنا اتفرجوا على الدوري كله، حراس كلهم ما فيش حد مثلا بيخرج ب 30 كلين شيت او 15 او 20 كلين شيت، ما فيش الكلام ده. كله بيخش فيه اهداف، كله بيغلط بالظبط الحال يعني اي حارس. بالظبط يا كريم، ما ده اللي انا بقوله. لكن انت ما تحسسنيش ان انا انا بصراحه جون جامد وجون هايل، بس بص الجون ده معلش اتفرجوا بقى على الناس اللي بيحصل. فانا بالنسبه لي لا، الكلام الموضوع ده مضايقني جدا. بس في نفس الوقت زي ما قلت لك انا برضى باي حال. انا راضي الحمد لله، ويمكن ده مش توقيتي دلوقتي، وانا بشتغل على ان انا برضى ابقى موجود في منتخب مصر، وهتعب جدا عشان ابقى موجود في منتخب مصر، بغض النظر عن زي ما حضرتك بتقول مين المدير الفني الموجود، لان في الاول وفي الاخر المدير الفني الموجود بيقيم. لكن في نفس الوقت انا هحاول اتعب على قد ما اقدر عشان ابقى موجود. هل حصل بينك وبين اي حد في جهاز المنتخب تواصل، حتى لو تواصل ودي هتعمل كده، بس الكابتن مثلا سعفان كلمك، حد من الجهاز احنا عيننا عليك ما تقلقش، حد اتكلم معاك؟ حصل طبعا. يعني اول معسكر للمنتخب حصل مكالمه بعد القايمه ما اتقالت. انا كنت بادي اداء الحمد لله. الناس كلها كانت يعني ما فيش حد تساله غير يقول لك واحد واثنين وبسام. يعني طبعا جون اهلي وزمالك ده طبيعي، ما حدش بيقدر يتكلم ليه طبيعي فيه. طبيعي في مصر. يعني ما هي دي برده حاجه، يعني حاجه بالنسبه لي برده علامه استفهام. اهلي وزمالك وبتلعب تحت ضغوط وبتلعب بطولات كتير، بس يعني خلينا نجنب الاهلي، لان الاهلي فيه رقم واحد موجود، وشناوي جون منتخب مصر الاول وجون نادي الاهلي الاول. لكن الفتره الاخيره في نادي الزمالك مفيش حد تقدر تقول لي مين رقم واحد؟ لا يعني هتقدر تقول لي دلوقتي ممكن عواد بقى رقم واحد عشان بعد السوبر الافريقي يعني. لا هو تحديدا في حارس الزمالك لو صبح بيلعب بيبقى موجود، لو عواد بيلعب بيبقى موجود بس. يعني ما ده اللي انا بقوله لك. يعني طب على اي اساس الموضوع بيمشي اهلي وزمالك بس؟ مع ان عواد بيلعب ماتشين يروح منتخب، صبح يروح يلعب ماتشين يروح منتخب عشان حارس الاهلي والزمالك. فالاهلي والزمالك دايما بيبقوا موجودين في منتخب مصر ايا كان بقى مين الحراس الثانيه اللي موجوده. ف يعني لا، لازم يبقى في ناس موجوده. تقصد انت بترتضي بفكره انه حتى لو الحارس الاول اهلي وحارس ثاني زمالك او العكس، على الاقل ابقى موجود بعدها. بالظبط. لان زي ما قلت لك الفرصه للعب في منتخب مصر بنسبه 60-70% اهلي وزمالك، و30% لاي حارس مرمى تاني بيلعب في الدوري. يعني الموضوع بالنسبه لي وبالنسبه لنا كلنا، انا بتكلم كلام صريح جدا، يعني اللي هو ده اللي بيحصل. جون اهلي وجون زمالك دايما هم اللي دايما بيبقوا موجودين، ان هم بيبقوا ستاند باي موجودين في منتخب مصر. جون الاهلي مش موجود، جون الزمالك دايما اللي موجود. ماشي، لسه مكملين مع النجم الكبير كابتن محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا. بعد الفاصل نواصل، خليكم معنا. لسه مشرفني ومنورني الكابتن الكبير كابتن محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا. تكلمتني قبل الفاصل عن الاهلي والمفاوضات واللي حصل وقت اصابه الشناوي، بس دايما بسمع ان الزمالك بيكلمك كتير. الفترة الأخيرة سمعت إنه الزمالك اتكلم عنك تاني، هل كان في حديث مباشر على حديث مباشر مع سيراميكا كليوباترا؟ لا يعني بصراحة ما كانش في كلام رسمي بين النادي وبين نادي سيراميكا وبين الزمالك، بس في طبعا الوكيل كلمني وقال لي
الزمالك ممكن بيفكر فيك، طب انت ايه الدنيا عندك؟ قلت له والله انا يعني الموضوع بالنسبه لي زيه زي الموضوع في الاهلي، انا القرار مش بتاعي، القرار في ايد في النادي. الاداره ودي النادي، وانا يوم همشي من النادي مش همشي غير برضاهم هم، يعني انا مش من الناس اللي هي ممكن ما تنزلش تمرين، ما تعمل مشاكل، لا انا والله رجلي تعباني، لا انا بنزل، انا تمام بأدي. ما عنديش مشكله، لان يعني انا ما بعملش كده، لان في الاول وفي الاخر انا عملت كده ومشيت، ممكن الخطوه تبقى مش كويسه بالنسبه لي. فانا زي ما قلت لك، انا الحمد لله هقول لك تاني، انا ببقى راضي جدا في اي حال من الاحوال، يعني الرضا ده بالنسبه لي والله العظيم راضي جدا، يعني باي اختيار ربنا بيختاره لي انا ببقى راضي بيه جدا. الزمالك دي مش اول مره يتكلموا معاك فيها صح؟ انا كنت رايح الزمالك قبل سيراميكا كليوباترا. كنت فري في الجيش وخلصت كل حاجه في الزمالك ومضيت والدنيا تمام، بس في الجيش بقى الناس يعني تمسكوا ان انا ابقى موجود واجدد، وساعتها كانوا بيتكلموا معايا ان ما ينفعش بعد كل ده ان انت تمشي من غير احنا ما نستفاد منك حاجه، فكان برضو من واجب عليا ان انا امضي علشان هم حتى يستفادوا باي حاجه. فلما جددت الزمالك كان مقدم عرض وسيراميكا مقدم عرض، فالعرض بتاع سيراميكا كان اكتر بالظبط، فالحمد لله. انت الحمد لله فعلا، يعني بجد انت وانت بتتكلم كده بحط نفسي مكانك، اللي هو طلع جيش نادي محترم، سيراميكا كليوباترا نادي محترم، كل شويه بكرر الكلام ده عشان ما يفتكرش ان الكلام كله تسويق للزمالك واهلي، بس انا واحد جالي زمالك وخلصت وجالي اهلي وخلصت، انت ازاي بقى قادر تقاوم كل ده؟ برافو عليك. الحمد لله. برافو عليك، دي شخصيه عظيمه، يعني ان تبقى عندك الرضا ده كله يعني. ربنا يخليك. وقصه المنتخب، بس انا حسيت من كلامك ان انت في قصه المنتخب متضايق اكتر من حكايه انه اهلي ما تتمش او زمالك ما تتمش. اي يعني منتخب مصر بالنسبه لاي لعيب حلم كبير جدا. وبتمنى ان انا ابقى طول ما انا بلعب موجود في منتخب مصر. فحته ان انا ابقى قريب وفجاه ما ببقاش موجود، دي بتزعلني قوي، لان انا بشتغل على الهدف ده. انا بلعب الدوري وبلعب الكاس وبلعب كل البطولات المحليه دي علشان ابقى موجود في منتخب مصر، فان انا ابقى قريب بالطريقه دي وفي الاخر ما بقاش موجود، فدي بتضايقني. هي في الاول وفي الاخر طبعا يعني كابتن حسام وكابتن ابراهيم طبعاً على راسي من فوق، وانا يعني هم اللي حببوني في اي حد بيلعب كوره لعب كوره عشان كابتن حسام وكابتن ابراهيم، فهم ايقونه كبيره جدا طبعا. لكن في نفس الوقت انا يعني اتمنى ان شاء الله ان انا ابقى موجود الفتره الجايه، هدوس على نفسي جدا، هجتهد وهتعب برضو زي ما قلت لك، هفضل اشتغل لحد ان شاء الله ما احقق الهدف ده وابقى موجود. طيب انت في النص كده قلت لي انا ما احبش اقعد دكه، انا احب العب، احب ابقى اساسي، لو رحت منتخب مصر هتلعب؟ خلينا ناخدها خطوه خطوه ونروح الاول وبعد كده نشوف موضوع اللعب ده. انا ليه بسالك؟ ممكن مثلا يقول لك ايه، بسام يحب يبقى حارس اساسي، يعني ما يحبش. انا ممكن وانا مدرب بفكر لا، منتخب مصر مستحيل، ما حدش يقدر يقول كده. منتخب مصر كان في لعيبه بتروح تعمل، يقول لك لا ابعدهم عشان هم بيبقوا عايزين يلعبوا اساسي يا بلاش. لا، وجودك في منتخب مصر ده لوحده شرف. شرف كبير جدا، اي لعيب يتمنى ان هو يبقى موجود فيه. عمري ما يعني ما ينفعش ان انا اقول لا، او حد مثلا حد يفكر ان بسام لا عشان هو بيحب يلعب فما جابوش عشان ما يعملش مشاكل، لا استحاله. منتخب مصر غير. يعني مين حراس مرمى في مصر اصدقائك مقربين؟ لا كتير قوي، كتير. قبل ما تجاوب انا بسال السؤال ده ليه؟ النبي يقول لك حراس المرمى ما بيحبوش بعض، مركز واحد اللي بيلعب هو اللي بيلعب والباقي ما بيلعبش، هتلاقي دايما حراس المرمى ما بيحبوش بعض قوي عكس باقي اللاعبين، يعني اللي هو كلنا نلعب مع بعض. انت ليك اصدقاء مقربين حراس مرمى ولا برضه من بعيد لبعيد؟ لا يعني يمكن هقول لك الناس اللي عندي في الفرقه الاول، بعد كده هقول لك يعني يمكن انا وكوكو وعلي الجبري واسلام ريشه، احنا الاربع تجوان، اسال اي حد كده احنا بنتعامل مع بعض ازاي. احنا مقتنعين ان اللعب ده رزق. رزقك تلعب دلوقتي، ربنا كاتبه لك هتلعب بعدين، ربنا كاتبه لك هتاخده، مش في النادي خالص وربنا كاتبه لك في حته تانية برضه هتاخده. فالحته دي احنا متفقين عليها جدا، انا العب كوكو يلعب، علي منتخب الاولمبي جون جامد جدا، استاميشا يعني من الاجوان اللي انا بقول لك افتكر الاسم ده كويس، اسلام ريشه ده هيبقى جون جامد جدا 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 الفتره اللي جايه، يمكن
لعب اخر ماتش في الدوري السنه اللي فاتت قدام زد. كم سنه دلوقتي اسلام؟ اسلام 25 سنه تقريبا. لسه يعني لسه قدامه لسه عمر. جاي وعلي برده 24 سنه، فالموضوع بالنسبه لهم جاي. كوكو طبعا مش محتاج ان انا اتكلم عليه، يمكن جون كبير ولعب في الاسماعيلي والمقصه وكان بيأدي اداء جامد جدا. دول صحابك اللي في النادي؟ دول اصحاب، دول الحراس اللي في النادي، احنا بنتعامل مع بعض كده. واللي وصلنا كده كمان كان معانا مدرب شخصيه محترمه جدا، كابتن احمد كمال مدرب الحراس، يعني بيتعامل معانا كلنا واحد، وتحس ان الموضوع فيه احنا اسره مع بعض. يمكن حته حراسه المرمى دايما لازم لو حسيت بالاحساس ده هتلاقي نفسك بتلعب براحتك، مستمتع، مش حاسس ان في حد وراك بيتمنى لك ان انت تبقى وحش عشان يلعب. فالموضوع ده احنا الحمد لله قادرين نتحكم فيه جدا. يمكن السنه اللي فاتت يمكن كابتن ايمن جه في مره قال لنا المركز الوحيد اللي ما حصلليش فيه اي مشاكل بينه وبين بينهم وبين بعض، اللعيبه الحراس بيننا وبين بعض التعامل بيحبوا بعض جدا. والله العظيم اعتقد بجد. من الشخصيه اللي انت بتكلمني بيها دي دلوقتي اتصور ان انت اللي عامل ده، يعني اكيد كلهم شخصيات محترمه وجميله، بس انت ذكائك وطريقتك هتخلي الباقي مرتاح ومراضي. يعني احنا زي ما انت بتقول يمكن الكلام لما بنتكلم مع بعض، انا يعني مش من نوعيه الحراس اللي هي ايه انا رقم واحد وبلعب، انا الناس الاثنين وثلاثه واربعه اللي معايا دول لا انا تمام، تبقى قلقان منهم وتفضل. لا لا احنا بنتعامل مع بعض وبنهزر مع بعض وبنقعد مع بعض وبنضحك مع بعض. الموضوع بالنسبه لنا في النادي الحمد لله الدنيا مستقره جدا جدا في الحته دي. هايل. بره بقى لا، انا ابو جبل صاحبي جدا. يعني حبيبي احمد الشناوي نفس الكلام. يعني الاثنين دول يمكن احنا منتخب، وعلي لطفي، احنا الثلاثه يعتبر منتخب اولمبي ومنتخب شباب مع بعض، فدول من اقرب الناس ليا بصراحه. المهدي سليمان حبيبي. المهدي سليمان حبيبي حبيبي. يعني محمد الشناوي او حراس الاهلي والزمالك علاقتك بيهم ايه؟ كويسه جدا. انا الشناوي كان معايا في الجيش اول ما مشي من الاهلي اول مره. كان جالنا الجيش اول مره، اول ما لعب دوري ممتاز لعب في الجيش عندنا. يعني انا علاقتي بيه من زمان جدا، ولما كنت بروح المنتخب مع كابتن حسام البدري المعامله كانت كويسه جدا، والتعامل يعني هو شخصيه حلوه وشخصيه محترمه جدا. بعض الناس اتخذوا الشناوي هو الحارس الاول في مصر المنتخب مصر في مباراه السوبر الاخيره، السوبر الافريقي وضربات الترجيح والهدف والكلام ده كله. لما بتبقى بتشوف انت حارس، انت كحارس وتشوف حارس تاني واتفقنا ان انت بتغلط وكل الحراس بيغلطوا اللي في العالم كلهم، تبقى شايف الاخطاء قوي كده ولا مش بيبقى شايفها طبيعيه؟ يعني انا مش شايف ان مبدئيا الجون الجون بتاع الزمالك غلطه الشناوي زي ما الناس بتقول. الكره صعبه جدا يا جماعه، الملاعب بره مختلف، الكرة الطبة بتاعتها الموضوع بيبقى صعب، الكرة بتبقى سريعة قوي. وبعدين ناصر خاطف من السرد باك والكرة تحت الشناوي، الشناوي طويل، فالموضوع لا الموضوع الجون صعب. يعني الجون مش بالسهولة اللي انت قاعد بتتفرج على الماتش كده ايه ده ازاي دي قريبة من ايده كان مادها شوية كمان. لا لا صعبة جدا، الجون صعب والله بجد. انت على فكرة انت احسن واحد بالمناسبة، يعني لو الشناوي سابق دلوقتي هيبقى مبسوط قوي ليه؟ حتى في مدربين حراس ما شرحوش زي ما انت قلت شويه تفاصيل كده وانت بتتكلم بشكل طبيعي. كره قريبه تحت ايديه الملعب يعني الملعب كمان صعب، هتقولنا ملعب زي ده يا جماعه نلعب عليه بسرعه الكوره اللي بتبقى اول ما بتطب الكوره عليه. وبعد كده تعالوا اتكلموا معانا في الموضوع ده. احنا الملاعب عندنا معلش يا كريم انت بتقعد تلعب 13 شهر، احنا السنه اللي فاتت بنلعب 13 شهر على الملاعب، الملعب باظ وبقى كويس وباظ وبقى كويس وفي احسن حالاته مش زي الملعب بتاع النصر السعودي اللي اتلعب عليه. ومش هيبقى واحنا رايحين نلعب في الامارات السوبر اهو، الملاعب هناك طبعا هتلاقيها زي تيبيكال زي السعوديه. فالملاعب مختلفه وطبه الكوره عليها مختلفه والمسافه بينك وبين الكوره والكوره تحتيك ولا بعيده عنك وانت طولك قد ايه، الكلام ده كله بيبقى بيفرق كتير جدا. وفي نفس الكلام في البلنات يا جماعه دي ضربات جزاء، اسمها ضربات حظ يعني ضربات جزاء. انا بحاول بالظبط. وبعدين البلن لما بيروح يعني المدرب بيقول لك وانت رايح حط الكره على الارض جامد، ما هي الكره على الارض اسرع 100 مره من الحارس. انا كده بلعب، ممكن في حراس بتلعب على زاويه وفي حراس بتلعب على الكوره، بس اغلب الناس انت بتلعب على الكوره بس في وقت معين انت بتختار زاويه. انت لو لعبت على الكوره استحاله تصد، طب الكره اسرع مليون مره من الحارس. صحيح. فانت بتاخد زاويه وبتروح عليها، الكره بتتحط على الارض الموضوع بيبقى صعب جدا، بتبقى اقصى يعني كل البلينين الناس بتتكلم عليهم بتاع المسلوسي وبتاع حسام عبد المجيد، الكره محطوطه على الارض في اخر الزاويه. يعني هو يحسب له ان هو راح معاهم وفرد للاخر، بس
لو في توفيق هتطلع، ما فيش توفيق خلاص يعني، ده توفيق لو في الاخر توفيق ربنا، دي ضربات جزاء. ايوه كده. فالموضوع بالنسبه لي كان غريب جدا. تاني يوم قلت يا جماعه ازاي في حارس ينتقد في ضربات ترجيح يعني؟ انا ده ما انا حاولت يعني، اجتهدت يعني، عامل ايه يعني؟ ايوه بالظبط، انا اجتهدت ورحت، انا فضلت شويه في مكاني. البلن لو محطوط بدقه خلاص شكرا. صعبه جدا يعني. بالظبط. سوبر السوبر المصري، انتوا بتلعبوا مع ثلاث فرق جامدين، وانتوا جامدين طبعا يعني، سيراميكا كليوباترا مع الاهلي والزمالك وبيراميدز، وعندك اول ماتش مع الاهلي. الفرقه دلوقتي جاهزه للبطوله ديت؟ حاسس ان الفرقه جاهزه ولما نفسها كويس تلعب مع الاهلي في الحاله اللي فيها الاهلي ديت؟ والله يمكن كريم احنا بقالنا فتره شغالين، احنا بقالنا كده يعتبر ثلاث اسابيع راجعين تمرين. الحمد لله الدنيا ماشيه بشكل مستقر وبشكل كويس جدا. يمكن خرج من عندنا لعيبه مهمه جدا، محمد ابراهيم، ريان صديق مؤخرا، خالد صبحي، القرموطي، لعيبه تقيله، لعيبه كبيره جدا. بس بنحاول ان احنا نعوض الناس دي بلعيبه ثانيه يعني. احنا جالنا فخري لقاي واسلام عيسى وزلاكه وايمن موكا، جالنا شويه لعيبه يعني، لعيبه محترمه، لعيبه كويسه جدا، نقدر ان احنا نبني عليهم الفتره اللي جايه. زي ما قلت لك احنا بنشتغل مركزين جدا ان احنا نعمل حاجه السنه دي. يمكن السنه اللي فاتت كانت تعتبر اول تجربه لينا، فالاجواء كانت حلوه، يمكن دي من احد الاسباب اللي خلتنا نركز قوي في الرابطه برده السنه دي، ان احنا حبينا الاجواء اللي هناك. بالظبط. الاجواء اجواء كوره، جمهور، الملاعب على اعلى مستوى، بتتحط في كاتيجوري مختلف يعني. انت بتبقى رايح البطوله وانت واخد، وانت بطل يعني، بطل دوري، بطل كاس، بطل رابطه. فالموضوع بالنسبه لك بتحس بقيمتك جدا. بنشتغل الحمد لله. يمكن احنا يعني عندنا ان شاء الله معسكر الفتره اللي جايه كمان يومين كده ان شاء الله، رايحين الامارات لحد البطوله ان شاء الله. المعسكر ده هيبقى مفيد جدا بالنسبه لنا. انتوا بتبقوا حاسين كلاعيبه وكمجموعه انه ليه لا نقدر ناخد البطوله، ولا بتبقوا عارفين يعني واقعيا انه ممكن تبقى لا؟ بص انا هقول لك برده الفرق بين الاحساس السنه دي والاحساس السنه اللي فاتت. يمكن السنه اللي فاتت الموضوع بالنسبه لنا كان شويه في ضغوطات كبيره جدا، لان زي ما قلت لك يعني يعتبر اول سوبر من اربع فرق، وماتش قبل نهائي ونهائي، بتلعب النادي الاهلي كان لسه جاي من كاس العالم للانديه واخد ثالث العالم. فانت الموضوع بالنسبه لك في ماتش الاهلي انت كنت نازل بتادي اداء، عايز توري الناس فرقه نادي سيراميكا عامله ازاي بالجهاز الفني وباللعيبه اللي موجوده، وقدرت الحمد لله ان انت تثبت لده. يمكن بعد ماتش الاهلي اللي خسرناه في اخر دقيقه دي، يمكن الامارات نفسها كانت بتتكلم عنها بشكل كويس. صح. وماتش البيراميدز الثاني يمكن ضيعنا فرص كتير جدا، كنا ممكن نكسب اثنين وثلاثه وربنا ما اردش. السنه دي الموضوع مختلف، السنه دي احنا ان شاء الله رايحين عندنا هدف. خدنا خبره كبيره السنه اللي فاتت من البطوله. الهدف عندكم ايه؟ ان شاء الله باذن الله نوصل نهائي البطوله باذن الله. ودايما النهايه 50-50، ما اقدرش اقول لك ان احنا يعني لا ان شاء الله هناخد بطوله، ان شاء الله هناخد البطوله. لكن 50-50 الاولاني؟ ماتش الاهلي 50-50 طبعا. ماتش الاهلي 50-50 طبعا. بالمناسبه عايز اسالك، انت لعبت قدام موسى ابو علي هداف الدوري السنه اللي فاتت. ايه رايك فيك يا مهاجم؟ انت بقى بتقييمك انت كحارس، انت بتقعد تاخد نقاط القوه في المهاجم وتبدا تشتغل عليها انت. صح. كحارس ايه رايك؟ لا هو فرد جامد طبعا. فرد يعني البروفايل بتاعه ده بقى له فتره ما دخلش النادي الاهلي بصراحه، او مش موجود برده في مصر الفتره الاخيره. يمكن الكويس بصراحه جدا ريان فرد جامد. السنه اللي فاتت كان بيقدم معانا اداء كويس. وسام ايه البروفايل اللي انت بتقول عليه؟ وسام فايتر جوه ال 18، بيستغل نص فرصه يعني. لو كره مثلا ميته ممكن يعمل عليه خطوره يجيبها جون، بيلعب دماغه كويس. فايتر. السنه اللي فاتت كان موفق بشكل كبير جدا. خلينا نتفق ان السنه اللي فاتت يمكن يعني تقريبا ما ضيعش. هو كل الفرص اللي جات له جابها جون. السنه دي اعتقد عنده تحدي كبير بالنسبه له، ان لازم طبيعي لازم يفضل على المستوى ده يعني. لو التوفيق فضل ملازمه لا، وسام فرقه جامد. لكن في سن طبعا عدم توفيق او توفيق، ده لسه هنشوفه الفتره الجايه يعني. ماتش السوبر الافريقي اللي فات يعني كان بالنسبه لي ما كانش زي الماتشات بتاعت الدوري بصراحه. ما كانش معاه التوفيق. انت شرفت ونورت. بعيد عن الحوار كمان، انا عاجبني الشخصيه قوي بصراحه، ما اكذبش عليك يعني. الشخصيه اللي كلها رضا ديت انا بحترمها طول الوقت يعني، واتمنى لك من كل قلبي التوفيق، وان شاء الله اللقاء اللي جاي وانت منور الدنيا، مكسر الدنيا مع منتخب مصر باذن الله. ربنا يخليك، بشكرك جدا. نورت حبيبي. يعني انا مبسوط ان كنت معاك النهارده، والله يعني
من زمان يمكن البرنامج حظي وحش ما شاء الله مسمع يا رب يخليك وما شاء الله نقول ما شاء الله يا الحمد لله على كل شيء دايما موفق كله رضا برضه الحمد لله كله رضا الحمد لله وبالتوفيق دايما يا كريم يا رب يخليك نورت الدنيا لسه مكملين مع حضراتكم حكايه كاس السوبر الافريقي اللي احنا عجبنا كلنا ده كلنا عجبنا قوي هيكون معايا عجبك جدا صح عجبك جدا شوف الراجل بقى اللي عمل كاس السوبر ده محمد الغنيمي مدير التطوير الابداعي في الكاف اللي عمل التصميم والشكل والحاجات الحلوه قوي ديت نفهم منه ايه اللي بيحصل وعنده قصص كتيره حلوه بعد فاصل خليكم معانا.